الكرة والمتابعة ديال محمد الشيحاني الذي يسجل أولى أهداف هذه المباراة. هدف على دكة احتياط فريق النادي الخليطي. لاحظوا الخطأ ديال عبد الإله باقي والمتابعة ديال محمد الشيحاني الذي يتمكن من تسجيل الهدف الأول. تسديدة عرضية ديال اللاعب هشام العروي ومحمد الشيحاني يتمكن من تسجيل الهدف. شكر خاص كل زملاء التقنيين. تسديدة كانت عرضية ماشي بالقوة الكافية ولكن كنعرفوا الكرات العرضية كتكون دائما تشكل الخطورة. لاحظوا المتابعة ديال محمد الشيحاني اللي كيتمكن انه يوضع الكرة في الشباك معلنا عن هدف الأول لفائدة فريق الفتح الرباطي. جلول لاحظوا من عبد الحفيظ دليركي عبد السلام بن جلول راوغ عبد الإله باقي. اعتقد بانه كان بامكانه انه يوقف على الاقل الكره لانه كان وحيد طليق امام المرمى وامام الشباك. مراوغه كانت جميله ديال عبد السلام بن جلول ولكن اللمسه الاخيره افتقدها هداف الفتح الرباطي. هناك تابعوا المحاولة دخول ديال الدفاع راسية كانت محاولة سانحة لتسجيل. لاحظوا التواجد ديال زهير فضل اخرج